أوكي، السلام عليكم. اليوم راح نبلش chapter الـ IR infrared spectroscopy. أوكي، إحنا المرة الماضية حكينا عن الـ UV، هاي المرة بدنا نحكي عن الـ IR. طبعا بشكل عام حتى نذكركم، السبكتروسكوبي هو عبارة عن study of interaction between electromagnetic radiation and matter. اوكي، وبما انه بنحكي عن compounds، اذا هو study of interaction between electromagnetic radiation and organic compound. طبعا الاي ار واللي هو عبارة عن infrared spectroscopy هو spectroscopy that deal with IR region okay of the electromagnetic spectrum. So this is the IR region. Okay, if we look to the electromagnetic radiation, so we took last time UV, ultraviolet and visible light. Today we will talk about IR. So the infrared region هي عبارة عن region that has longer wavelength than the UV والvisible and lower frequency. بما أنها lower frequency راح تكون lower energy. إذا ال wavelength بكون أعلى مقارنة بال UV والvisible، لكن ال energy أقل. طبعا الـ infrared spectroscopy هو الاناليسيس of infrared light interacted with a molecule. It's based on the absorption spectroscopy. طبعا دائما بدك تتذكر قانون الـ energy equal h Planck constant times the frequency. كل ما زاد الـ frequency بيزيد الـ energy، والفريكوانسي عبارة عن speed of light divided by the wavelength. يعني الـ relationship between the energy and wavelength is inversely proportional. As the wavelength increase, the energy is decrease. طبعا هاي فقط للتذكير. This table show the type of energy transition in each region of electromagnetic radiation. لو نرجع على الـ electromagnetic radiation، هنا X-ray have the highest energy and shortest wavelength. Then the ultraviolet, then the visible, then the IR والmicrowave radio frequency. So as you go from left to right, the energy decrease, the frequency decrease, لكن the wavelength increase. طبعا بما أنه الـ X-ray عندي الـ energy عالية، إذا الـ X-ray capable of breaking a bound، يعني إنها قادرة إنها تكسر الروابط. الـ UV والvisible حكينا المرة الماضية عبارة عن electronic transition between الـ homo والlumma from lowest occupied from the highest occupied molecular orbital، يعني lowest energy to the lowest unoccupied molecular orbital. اوكي، وحكينا عن الالكترونيك ترانزيشن بالفانكشنال جروب، وشوفنا شو البوسيبل الالكترونيك ترانزيشن. الانفراريد راح يعمل لي كوز اوف فايبريشنال، اوكي فايبريشنال. المايكروويف راح يعملنا روتيشنال، والراديو فريكوانسي نيوكليار ماجنتيك ريزونانس راح نرجع نحكي عنهم. اذا احنا الاي ار ريجن اللي راح تهمنا بهذا الشابتر، والاي ار ريجن في عنا 3 تايب اوف ريجن نير الاي ار، نير انفراريد ريجن، وطبعا بيختلفوا بالويف لينث وبالانرجي. البوينت 8 to 0.5، هاي فقط لجنرال انفورميشن. المين انفراريد ريجن 2.5 ل 15 مايكرو متر، والفار انفراريد ريجن اللي هي 15 تو 200 مايكرو متر. طبعا this energy زي ما حكينا بالاي ار انه induce vibrational excitation of covalent bond. اذا بيعمل لنا vibrational excitation ل الروابط التساهمية الكوفالنت بوند.
طبعا شو الهدف من الـ IR؟ الـ Infrared Spectroscopy used to identify bounds and functional group. اوكي، اذا من خلال السبيكترم للـ IR بقدر اميز شو الباوند الموجودة، شو الفانكشنال جروب، هل عندي كحول، هل عندي الكين، هل عندي الكين، هل عندي الكين، وهكذا. اوكي، برضه بناخذ هذا الاي ار سبيكترم وبنقارنه مع اللايبراري سبيكترم. في عندنا راح يكون بنك يعني سبيكترا، ممكن انك تاخذ هذا الاي ار وتقارنه معاهم. طبعا بشكل عام الفانكشنال جروب والاي ار ابزربشن، هذا الشارت ببين لنا وين ديفرنت فانكشنال جروب ابير ان ذا اي ار سبيكترم. لاحظوا هون الاكس اكسس عباره عن الفريكوانسي او بسميه الويف نمبر، اوكي، اللي من تحت، اوكي، اللي من تحت هو عباره عن الفريكوانسي. طبعا الرينج من 650 ل 4000 او 5000 سنتيمتر انفرس ماينس 1. اوكي، الويف لينث ممكن يكون ايش من فوق، اللي هو الاكس اكسس اللي فوق هو عباره عن الويف لينث. بدك تعرف انه الويف لينث والفريكوانسي انفرسلي بروبورشن، يعني كل ما زاد الفريكوانسي الويف لينث بده يقل. طبعا بالجنرال سبيكترم راح نشوف انه اكثر شيء مستخدمين الفريكوانسي مش الويف لينث بالرسمات. طبعا في عنا راح نتعرف انه في عنا تو تايب اوف فايبريشن، في عنا ستريتش للباوند، في عنا ستريتشنج فايبريشن وفي عنا بندنج فايبريشن. لاحظوا اللي باللون الازرق الستريتشنج، يعني stretching تخيل انك you hold a bound and you stretch it، يعني اما تسحبها لبرا او تضمها لجوا، هاي اسمها stretching، يعني تشد الرابطة لبرا او تضغطها لجوا. راح نشوف كمان شوي اللي هو عبارة عن stretching. اوكي، لاحظ ال OH ال NH ال CH اللي راح تظهر بالريجن تقريبا 2800 وطالع، يعني راح يكون عندها higher frequency. الهيدروجين اتاش تو اكسجين نيتروجين اور كاربون. بعدين هاي كل فانكشنال جروب راح نشوف وين كل وحده راح تابير ان ذا اي ار سبيكترم. اوكي، يعني هون الكربون نيتروجين اكسجين طبعا ممكن يكونوا مرتبطات مع بعض دبل باوند تربل باوند، او في حاله الالين هاي الريجن اللي ممكن تظهر تقريبا 1700 ل 2000 الكربونيل والدبل باوند والسي دبل باوند ان تقريبا الرينج كل واحدة لهم. طبعا هذا الشابتر بيعتمد كل فانكشنال جروب والباوند الفايبريشنال باوند او الاسترتشنج وين بظهر بالاي ار، يعني فعليا فقط معلومات، يعني كل باوند راح يكون إلها قيمة معينة. الألكين راح نشوف وين راح يظهر السي اتش باوند، السي اتش 2، السي اتش 3، كلها أرقام، يعني هذا الشابتر كله أرقام. طبعا هذا تيبيكال اي ار سبيكترم فور اورجانيك مولكول، يعني فعليا لو احنا بدنا نفوت على المختبر ونعمل تجربة الاي ار راح يعطيني سبيكترم بهذا الشكل. لاحظ زي ما حكيت لكم الويف نمبر او الفريكوانسي راح يكون على الاكس اكسس. هنا طبعا الترانسميتنت، كل باند لها ترانسميتنس معين، وطبعا ايدنتيفاينج الفانكشنال جروب راح يكون على البوزيشن وعلى الشيب اوف ذا بيك، يعني حتى اعرف شو هاي الفانكشنال جروب طبعا على البوزيشن وين مكانها، وهي الامكنه طبعا راح تكون معطاه راح نتعرف عليها. هو الفعل الواحد يكون حافظها عشان اسرع انه ايدنتيفاي الفانكشنال جروب. يعني هذا الاي ار سبيكترم فعليا لل1 بنتين. اوكي، اذا في عندي دبل باوند وفي عندي سي اتش 3 سي اتش 2، راح نتعرف وين موقع السي اتش اس بي 2 اس، يعني كار باوند وين موقعها على الاي ار، وراح نتعرف السي اتش اس بي 3 اس وين برضه موقعها، وهكذا. اذا هون ان جنرال يعني حاطين انها هاي الريجن 3000 وتحت هي فعليا للسي اتش 3 والسي اتش 2، هاي راح تكون 3080 للاس بي 2 هيدروجين.
اوكي اذا هاي كله راح نرجع نحكيه بالفانكشنال جروب لما نحكي عن كل فانكشنال جروب لحالها. طبعا بالبدايه يعني نعرف انه الانفراريد لايت اور الراديشن وين هيت المولكيول لما يعني تضرب بالمولكيول ذا باوند اوف ذا مولكيول ويل ابزورب انرجي of the IR and respond by vibrating. يعني الرابطة بتمتص الانيرجي وبصير لها vibration. What is vibration in a molecule? شو يعني ال vibration بالmolecule? Any change in the shape of the molecule إما عن طريق stretching the bond or bending the bond or internal rotation around the single bond. يعني ال vibration بالمركب هو عبارة عن تغيير بالشكل. كيف التغيير بصير؟ either by stretching the bond يعني ان انا اشد الرابطة امدها او bend it يعني اعمل فيها twist او internal rotation او ان يصير لها rotation around the single bond. why we study molecular vibration? because whenever interaction between electromagnetic radiation or waves and matter occur so changes will appear. يعني لما يكون في عنا interaction بين الالكتروماغنتيك راديشن وبتوين الماتر يعني بتوين المولكولز always تغيير راح يصير always change will occur and this change appear like vibration. طبعا هذا الرسم هون بتبين لنا شو انواع المولكولار vibration types of molecular vibration. في عنا fundamental vibration وفي عنا non fundamental vibration. so the fundamental vibration هي عبارة عن excitation from ground state to the lowest energy excited state. راح يصير excitation من الground state اللي هي راح يكون lowest energy لا lowest energy excited state لا excited state واللي هي عبارة راح تكون أول excited state يعني أول واحد اللي راح يكون له انرجي اقل. طبعا الفاندمنتال فايبريشن بنقسم لنوعين ستريتشنج فايبريشن وبندنج فايبريشن. الستريتشنج برضو في عندنا نوعين من الستريتشنج اما سيمتريكال او اسيمتريكال راح نرجع نحكي عنهم بالسلايدات الثانيه. البندنج في عندنا برضو نوعين ان بلين يعني بنفس المكان بندنج او اوت اوف بلين خارج عن المستوى بندنج وكل واحدة إلها نوعين يعني الان بلين بندنج في عنا السيزرينج زي المقاس الراكينج اوكي زي ترمي الحجر يعني الاوت اوف بلين الواجينج والتويستينج اوكي. طبعا هاي رح نرجع نحكي عنهم بالسلايدات الثانية. احنا رح نركز على الفانديمنتال فايبريشن على الستريتشنج وعلى البندنج يعني عن هذول الانواع. النون فانديمنتال فايبريشن في عنا نوعين برضو او ثلاث انواع اللي هي الاوفرتون والكومبينيشن والفيرمي ريزونانس بس احنا فقط راح اشوفه الكومبينيشن تون هي عباره عن اديتيف اند سبتراكتد اوف تو انتراكتنج باوند يعني اما التو باوند بنضافوا مع بعض او بنقصوا من بعض. والاوفرتون هي عباره اكسايتيشن فروم جراوند ستيت تو ذا هاير انرجي ستيت يعني مش اللوس انرجي لأعلى بصير بالأوفرتون إكسايتيشن من الجراند ستيت تو ذا هاير انرجي ستيت اوكي. اذا راح نشوف زي نعرف شو يعني الاسترتشنج والبندنج. دائما الاسترتشنج فايبريشن هي عبارة عن involve continuous change in the interatomic distance along the axis between the two bonds يعني انه بتغير طول الرابطة اوكي انه continuous change دائما في تغيير بالatomic distance اللي هي ايش المسافة بين two atoms. always remember انه البوند to bend between two atoms اذا الرابطة دائما between two atoms. لما يصير عندنا تغيير بالatomic distance طبعا هاي لما كيف تتغير اما بصير stretching بتمدها اكثر او compressed انها بتضغطها اكثر. طبعا راح اشوف يعني لما تتغير من triple bound لدبل bound لسنجل bound كيف التغيير على الباند يعني كيف الابزوربشن بده يتغير. طبعا الستريتشنج vibration always require more energy
دائما بده طاقه اكثر، وبالتالي شو راح يكون الويف لينث عنده؟ اقل. It will have shorter wavelength. اذا more energy معناته more frequency، معناته more wave number، وبالتالي راح يكون shorter wavelength. بالbending vibration، البندنج are characterized by change in the angle between the two bounds. يعني كيف انا بعرف انه هون صار bending؟ امتى تتغير الزاوية بين two bounds. اوكي، راح يكون عندنا two bounds. It require less energy. يعني دائما اعرف الستريتشنج vibration راح يبين على higher frequency مقارنة مع البندنج vibration للرابطة. Require less energy bending vibration، وبالتالي معناته lower frequency longer wavelength. طبعا لاحظوا كيف الستريتشنج وكيف البندنج. هاي الستريتشنج vibration لاحظوا في عنا نوعين زي ما حكينا بالشارت هون، في عنا symmetric و asymmetric stretching. طبعا symmetric stretching، هاي هو symmetric. Interatomic distance between the two atoms increase or decrease. يعني تخيل كيف stretch، إما سحبتن لفوق أو ضميتن لتحت، يعني compressed، ضغطتن لبعض. طبعا بالsymmetrical بتحركوا مع بعض the same، will move the same direction. أوكي، لاحظ كيف تتحرك، ثنتين طلعوا لبرا وثنتين نزلوا لبعض، فاتوا لجوا. إذا الinteratomic distance between the two atoms increases or decreases، هاي بسميها symmetric إذا كانوا same direction. الasymmetric interatomic distance between the two atoms is alternate in opposite direction. لاحظوا واحد إلى جوا واحد بتطلع لبرا، هاي هي ال stretching. لكن بالasymmetric، symmetric الثنتين مع بعض same direction، لكن الasymmetric opposite each other، one goes in one goes out. اوكي، اذا هون بدك تميز بين السيمتريك والاسيمتريك. البندنج فايبريشن زي ما حكينا، البندنج فايبريشن في عنا تو تايب اللي هو ان بلين بندنج واوت اوف بلين بندنج. لاحظوا هون الان بلين بندنج في عندي السيزر وفي عندي الراك. لاحظوا كيف السيزر زي المقص، تخيل حالك ماسك مقص وكيف بتقص، هاي هي السيزر ان بلين. لاحظ الراك كأنك ماسك حجر بدك تلفه، يعني حاطه بإشي بشريطة وبدك إنك اشترمي هذا الحجر، هاي الراكينج. لاحظ السيزر، واحد بتفوت هيك وواحد هيك، الاثنين بفوتوا مع بعض بتحركوا زي حركة المقص، والراك بدك تلفه يعني مع عقارب الساعة مثلا هون. طبعا الان بلين، if all atom are in the same plane، اذا كل الاتوم راح يكونوا بنفس بنفس المستوى. الاوت اوف بلين، two atom are in same plane while the one atom is opposite in the plane. يعني هذول two atom نفس البلين وواحده راح تكون out of the plane. لاحظوا هون التويست، التويست هاي بتلف لهون وهاي بتلف للعكس. لاحظ كيف هاي حركة التويست. اوكي، او الواجنج برضو الثنتين بنفس الاتجاه. اوكي، اذا هاي فقط جنرال انفورميشن حتى تعرف انه في عنا تو تايبس اوف فايبريشن اللي هو الاسترتشنج والبندنج، واللي هذول بندرجوا تحت الفوندمنتال فايبريشن. طبعا بشكل عام بدك تعرف انه الاسترتشنج راح يكون اعلى الفريكوانسي له من البندنج. طبعا الابزوربشن اوف اي ار راديشن از كوانتايزد، معناته انه المولكيول ابزورب اونلي سيلكتد فريكوانسي ويتش ماتشز ذا ناتشرال فايبريشنال فريكوانسي. يعني اذا المركب ابزورب انرجي كافية انها ماتش الناتشرال فايبريشن للرابطة بصير عنا absorption. بس بدك تتذكر not all the bound in the molecule capable of absorbing IR، يعني مش كل الروابط بتبين بالIR. اوكي،
حتى لو هاي الرابطة absorb enough energy، رح نتعرف مين الروابط اللي ما بتبينش بال IR spectrum. يعني not all the bond in the molecule are capable of absorbing IR energy even if the frequency matches the bound motion. لاحظوا اللي حط عليه highlighted بالbold, only bond that experience change in the dipole moment absorb IR. فقط الروابط اللي في عندها اختلاف بالكهروسلبية بالدايبول مومنت, اوكي, انه يكون في هاي الرابطة قطبية, هاي فعليا اللي absorb اللي بالاي ار سبيكترم. طبعا السيمتريك bond اذا كان عندك مركب سيمتريك, اوكي, such as H2 او Cl2, هاي الرابطة symmetric between two identical atoms or has identical or nearly identical group on each end do not absorb IR. يعني لاحظوا لو أخذنا المركب symmetric, هذا المركب فعليا does not absorb IR. اوكي, اذا هاي 2-3 dimethyl 2-butene هذا المركب symmetric. اذا هون مش راح نشوف له IR, له هون نفس الاشي 2-butyne برضو symmetric, هاي do not absorb in the IR. اوكي, حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال؟ اوكي, اذا How to prepare the sample for IR spectroscopy. يعني انت مثلا عندك العينة بدك توجد لها IR spectrum. كيف بدي احضر هاي العينة لل IR spectrum؟ طبعا you need a small sample of the compound. يعني فقط بدنا كمية قليلة. طبعا في خلية transparent cell خاصة للجهاز لل IR spectroscopy. Transparent يعني انه بيخلي الاي ار راديشن باس ثرو ات. اوكي, طبعا هاي السيل ميد فروم صوديوم كلورايد اور بوتاسيوم برومايد. طبعا ليش؟ لانهم هذول تو كومباوند ترانسبيرنت ثرو اي ار, يعني ويل نوت ابزورب ان ذا اي ار ريجن. طبعا ذا سامبل ماست بي انهايدروس, يعني انهايدروس ما فيها ووتر, فري اوف ووتر. اوكي, لازم نتاكد انها عينتنا دراي, فيري دراي. في عندنا different method to prepare the sample. If your sample is liquid, يعني اذا كانت عينتك liquid, اوكي, بالاصل يعني حالتها liquid, هاي بسمي الميثود نيت. فقط باخذ السامبل وبضيفه على السيل اللي احنا صنعناها, هاي بسميه liquid sample اللي هو النيت method لا لبريبريشن للسامبل. طبعا اذا كانت عينتي سوليد, اوكي, بعمل كي بي ار بلت, يعني ميكستشر اوف ذا سامبل, يعني مزيج من عينتي اند بوتاسيوم برومايد, راح يكون باودر, وبمزجهم مع بعض الاثنين راح يكونوا باودر لانه واحد سوليد وواحد باودر, وبريست اندر هاي اندر بريشر تو تو فورم ثين فيلم. يعني من نخلطهم مع بعض وبنضغطهم بحيث يعطيني زي القرص thin film. طبعا اذا برضو كان عندي ممكن عينتي grinded with mineral oil, طبعا هاي بسميها نوجل مول, يعني بخلط عينتي اذا كانت solid مع mineral oil, او اذا كانت عينتي سوليوشن, يعني نذوبها مع سولفنت ثاني. مثلا اخذت العين وذوبتها مع مثلا CCl4, هنا هاي طبعا السامبل ديزولف زي ما حكينا CCl4 او كلوروفورم, هاي برضه بسميها طريقه تحضيرها سوليوشن. اذا في عنا عده طرق, والافضل الواحد يروح يجرب التجربه, بتكون تترسخ اكثر مخ الطالب. بس للأسف شو بدنا نعمل, يعني كان عندي بلان إنه أخذكم تعملوا كل تجربة, يفرجيكم كيف تعملوا تجارب خلال لما نحكي عن كل chapter. طبعا how to analyze
انفراريد سبكترا، يعني اذا انت اوكي عملت العينه جهزت السامبل ورن للسبكترا الاي ار، كيف انا بدي انالايز؟ طبعا يو لوك تو ذا اي ار سبكترا، يو لوك تو ذا بوزيشن الانتنسيتي الشيب اوف ذا ابزوربشن باند. طبعا انت راح ناخذ كمان شوي كل فانكشنال جروب وين ممكن يظهروا الباند والبوزيشن لهم وين، وين كيف الانتنسيتي ميديوم سترونج ويك اوكي، وشكلهم راح تشوفوها برود ولا شارب زي هيك اوكي. اذا هذول الاشياء بستخدمهم تو ايدنتيفاي الفانكشنال جروب. طبعا ممكن كمان انظر تو لوك تو ذا ابسنس اوف ابزوربشن باند، يعني مثلا لوك تو ذا سبيكترم ذير از نو او اتش، راح تشوفوا كمان شوي كيف شكل الاو اتش. اذا ما شفتوش هاي البيك معناته انت تحكي اوكي ما فيش عندي او اتش، لوك تو اذر ثينج اوكي. ذا ابسنس اوف ابزوربشن باند كان بي يوسفول تو ايدنتيفاينج ا كومباوند ان اي ار سبكتروسكوبي. برضه الباوند ان مالكيول لاكينج دايبول مومنت ويل نوت بي ديتكتد، بدك تعرف اذا كان عندك سيمتريكال المركب اذا او انها الرابطه ما فيها دايبول مومنت، اذا بدك تعرف انها ويل نوت بي ديتكتد مش راح تكون موجوده بالسبكترم. طبعا هاي السلايد بتبين لنا التيبيكال اي ار ابزوربشن ريجن اوكي، ستريتشنج فايبريشن، طبعا هذول القيم فقط للستريتشنج. الاو اتش والسي اتش والان اتش الرينج من 2500 ل 4000 سنتيمتر ماينس 1، يعني الويف نمبر او الفريكوانسي. طبعا التريبل باوند كاربون كاربون تريبل باوند او كاربون تريبل باوند مع النيتروجين او الالين، هنا الرينج من 2000 ل 2500. طبعا الريجن من 1800 ل 2000 هون فيري فيو باند، راح نشوف كل فانكشنال جروب راح نحكي لحال. الكربونيل عاده من 1650 ل 1800، راح نشوف كيف الكربونيل للالديهايد وين تظهر، للكيتون وين تظهر، للكاربوكسيليك اسيد والديريفاتيف وين بيظهروا، كل واحد راح نحكي عنهم لحال. هاي فقط ان جنرال يعني تلخيص بشكل عام، ممكن تستخدمه كجايد بال identifying the group. طبعا هون من 1550 ل 1650 الكربون كربون دبل باوند والكربون دبل باوند نيتروجين والنيترو جروب. لاحظوا النيترو في عندها تو باند، راح تشوف واحدة من 1550 ل 1650 وواحدة باند من الريجن من 650 ل 1550. فعليا من هون يعني هاي الريجن هاي راح تكون من 1550 تقريبا مجوز ل 1400 السنجل باوند كاربون كاربون سي نيتروجين. ايش راح تروح على، راح نشوف كل ما زاد السايز للاتوم راح يصير عندك less frequency اوكي. اذا هذا فقط جايد لديفرنت فانكشنال جروب راح نحكي عنهم اول باول. طبعا بدك تتذكر دائما الترانزيشن بتوين الفايبريشنال انرجي ستيت ما بي انديوست باي ابزوربشن اوف اي ار راديشن اوف ابروبريت انرجي اوكي. اذا بصير ابزوربشن للاي ار، وهي الترانزيشن بتوين الفايبريشن يعني السبب هالاساسي اللي هو الامتصاص ابزوربشن اوف ذا انرجي عشان يعمل عندي اللي هو الفايبريشنال مود. طبعا بدك دائما تتذكر انه الانيرجي مع الفريكوانسي دائما ايش علاقه طرديه، اللي هي الانيرجي از دايركتلي بروبورشنال تو ذا ويف تو ذا فريكوانسي، لكن انفرسلي بروبورشنال تو ذا ويف لينث. طبعا بالاي ار عاده ريبورت الابزوربشن از ويف نمبر، الويف نمبر هي فعليا الفريكوانسي بسنتيمتر تو ماينس 1، هي 1 ديفايدد باي لامدا. يعني كل الاي ار سبيكترم راح تشوف الويف نمبر اللي هو از اكس اكسس معظمهم، اذا 1 ديفايدد الويف نمبر لما يكون الفي عليها من فوق خط هاي اسمها ويف نمبر، وهي عباره عن 1 ديفايدد باي لامدا
اوكي 1 ديفايد باي الويف لينث، بس هي نفس يعني فعليا الفريكوانسي از اثيريك الويف نمبر انكريس راح يزيد الفريكوانسي راح يزيد الانرجي راح تقل الويف الويف نمبر، وكل باوند راح يكون لها انرجي معين، يعني سي او لها فريكوانسي معين، السي دبل باوند او لها فريكوانسي معين وهكذا. طبعا اولويز تخيل انه الباوند لايك ايش، يعني لاحظ هاي الرسمه، هاي رسمه، هاي اتوم وهاي اتوم وهاي الزجزاج هي الباوند بتوين ذا تو اتوم، يعني تخيلها زي الهوك، يعني زي السبرينج الزنبرك، يعني زنبرك جاذب من الجهتين تو اتوم، وبتعرف انه الزنبرك بتحرك اما يعني تخيل تمسكه بصير اما يعمل لك بتشده او بانك ايش كومبرسه بتضغطه. طبعا في عنا قانون تو كالكوليت الويف نمبر اوف اي ار ابزوربشن، هذا بالقانون اسمه الهوكس لو، يعني بريدكت وين الاي ار راح تطلع للكربونين، وين راح تطلع للسي او سنجل باوند، وين راح تطلع للكربون كربون دبل باوند وهكذا. هاي القانون، هذا هو هذا القانون الويف نمبر ايكوال 1 ديفايدد باي ذس از كونستانت اوكي 2 في باي في سي سبيد اوف لايت كونستانت تايمز السكوير روت للكي، الكي هي عباره عن الفورس كونستانت اوكي على الميو، ميو هي ريديوست ريديوست ماس. طبعا هاي القيمه الكونستانت هي عباره 4.12، الفورس كونستانت لكل لاحظوا اذا كان كربون كربون سنجل باوند، اذا الكربون مرتبطه رابطه احاديه هذا هو الفورس كونستانت 5 في 10 قوه 5، وهي اليونت داينز بير سنتيمتر، والداينز عباره عن 1، هذا هو القيمه 1.02 في 10 قوه ناقص 3 جرام. اوكي اذا كان عندي دبل باوند الكربون مرتبطه دبل باوند اوكي هنا 10 في 10 قوة 5، اذا كانت تريبل باوند الكربون مرتبطة مع تريبل باوند 15 تكون الفورس كونستانت. طبعا كل ما زادت الكي الفورس كونستانت شو بده يزيد الويف نمبر، يعني علاقة عكسية مع الفورس كونستانت ومع الويف نمبر. الميو هي الريديوس ماس، والريديوس ماس هي قانونها المولر ماس او الاتوميك ويت للاتوم، تخيل انتو دائما في عندك رابطة كربون اكسجين صح، اذا الاتوميك ويت لل1 اتوم ملتبلاي باي الاتوميك ويت للسكند اتوم ديفايدد باي السم اوف ذا تو اتوميك ويت، وبالتالي از ذا ريديوس ماس انكريز الويف نمبر بده قل، اذا علاقه عكسيه بين الريديوس ماس وبين الويف نمبر. اوكي اذا هاي دائما المهم هنا انا مش راح اجيب لكم تحسبوا، بس راح اجيب لكم قارنوا بين الفريكوانسي، اعطيكم روابط واحكي لكم مثلا رتبوا لي اياهم حسب الفريكوانسي او حسب الويف نمبر. طبعا من خلال هذا القانون تقدر بريدكت which bound will be will appear at higher wave number and which bound will appear at lower wave number. If the force constant increase, that means the wave number increase. If the reduced mass increase, معناته شو الويف نمبر بده يصير له decrease. لو نأخذ أمثلة، لو أخذنا carbon carbon triple bond مع carbon carbon double bond و carbon carbon single bond. طبعا هون شو راح يختلف؟ راح يختلف الفورس كونستانت لانه الرابطه الثلاثيه بتعرفوا انها سترونجر باوند مقارنه مع الدبل باوند مقارنه مع السنجل باوند. بما انه عندي سترونجر باوند شو راح يكون عندي الفورس كونستانت اعلى، وهذا الاشي شفتوه هون، اذا الرابطه ثلاثيه بده يكون فورس كونستانت 15 في 10 قوه 5، اذا ثنائيه 10 في 10 قوه 5، اذا احاديه 5 في 10 قوه 5. اذا stronger bonds that mean higher frequency higher force constant which lead to higher frequency higher wave number. اوكي اذا الكربون كربون تريبل باوند راح
appear at higher frequency مقارنة مع الدبل باوند. وشو وجدوا؟ وجدوا إنه الكربون كربون تريبل باوند appear at 2150 سنتيمتر إنفرس، وهون الدبل باوند على 1650 والسنجل باوند 1200. إذن higher force constant معناته higher إيش wave number، لأنه راح يكون higher frequency ونفس الوقت higher energy. لو أخذنا different bound، لاحظوا carbon attached to hydrogen وcarbon attached to carbon وcarbon attached to oxygen وhalogen اللي هي Cl والBr. لاحظوا هنا ثبتنا الكربون وغيرنا الاتوم. الهيدروجين smaller atom than الكربون than الأكسجين than يعني has atomic weight أقل، إذا راح يكون ال reduce mass إلها راح يكون أقل من الكربون كربون كربون أكسجين كربون Cl والكربون Br. إذا لاحظوا لما كبرت ال reduce mass أوكي شو صار لل wave number؟ قل. أوكي لأنه أنت بدك تقسم على إشي كبير معناته الويف نمبر بده قل، علاقة عكسية بين الريديوس ماس وبين الويف نمبر. إذا بيجر آتوم معناته بيجر ريديوس ماس، إذا الريديوس ماس راح تكون عالية وبالتالي راح يكون الفريكونسي لور ويف نمبر. أوكي إذا if the reduced mass increase الويف نمبر decrease. إذا شو بدك يكون الخلاصة هون؟ إنه الفورس كونستانت is directly proportional to the strength of the covalent bond. أوكي؟ وبالتالي is proportional to the frequency. كل ما صارت الرابطة أقوى معناته راح يكون الفورس كونستانت إلها أقوى وبالتالي راح يكون الويف نمبر أعلى. إذا وإذا كبرت الآتوم bigger atom that mean lower ويف نمبر، اذا بده يصير بما انها لور ويف نمبر يعني الفايبريشن بدها تكون صعبه عليها. اوكي لور ويف نمبر معناته راح تكون فايبريت سلولي، تخيلوا اشي ثقيل الفايبريشن له خفيف بده يكون، لكن اشي خفيف بده يكون اسرع الفايبريشن. اذا هيفير اتوم فايبريت سلولي مقارنه مع اللايتر اتوم، والسترونجر باوند هاف مور فايبريشنال انرجي. كل ما كانت سترونج معناته الفورس كونستانت اعلى، راح يكون هاير ويف نمبر يعني لارجر فريكوانسي لارجر ويف نمبر. اوكي حدا عنده سؤال؟ انتوا موجودين ولا بس شاركين؟ موجودين دكتوره. اوكي اذا هاي بالنسبه للفريكوانسي او الويف نمبر لديفرنت باوند. طبعا بشكل عام بدك تتذكر انه الاسترتشنج فريكوانسي هاير ان higher than the bending frequency. يعني مثلا الرابطة carbon carbon double bond الاسترتشنج إلها راح تظهر عندها راح يكون أعلى الويف نمبر مقارنة إذا كان في عندها bending frequency. أوكي البوند تو هيدروجين يعني هاي تلخيص للي حكيناه، البوند تو هيدروجين have higher stretching than those to VR atom. يعني لاحظوا الكربون تو هيدروجين قديش الفريكوانسي كانت إلها 3000 مقارنة كربون تو برومين 600. إذا ممكن أجيب لكم روابط وهيك وأحكي لكم which one has the highest اللي هي wave number. أوكي which one has the highest frequency. إذا بدك تعرف إنه كل ما كانت الريديوس ماس قليلة كل ما كانت الويف نمبر أعلى. إذن البوند تو هيدروجين هاف هاير ستريتشنج فريكوانسي ذان ذوز تو هيفير اتوم، التريبل باوندز هاف هاير ستريتشنج ذان كورسبوندينج دبل باوند وسنجل باوند. طبعا هون الريديوس ماس ذا سيم بس لكن شو اللي اختلف؟ السترينث الفورس كونستانت، كل ما كانت الفورس كونستانت اعلى كل ما كان الويف نمبر اعلى.
اوكي. طبعا في عنا شيء ثاني بياثر على الفريكوانسي او على الابزوربشن ترند، واللي هو الهايبريدايزيشن. اوكي، الهايبريدايزيشن افكت شو بياثر على ايش؟ اوريدي انا حكيته انه هون كل ما كانت الرابطه اقوى كل ما كان الفريكوانسي اعلى. اوكي، لانه ايش شو بزيد؟ الفورس كونستانت. طبعا هون لاحظوا بالمثال اللي بالسلايد هاي نظرنا على الفريكوانسي للكربون كربون تريبل باوند، كربون كربون دبل باوند، وكربون كربون سنجل باوند. السلايد اللي بعده بدنا نحكي عن السي اتش ستريشنج، يعني الاس بي كربون مع الهيدروجين، واس بي 2 مع الهيدروجين، واس بي 3 مع الهيدروجين. اذا هنا الفرق كان الهايبريدايزيشن، وبنفس الوقت انتم بتعرفوا الاس بي مع الهيدروجين راح تكون سترونجر باوند ذان الاس بي 2 مع الهيدروجين ذان الاس بي 3 مع الهيدروجين. بما انها سترونجر باوند راح يكون الفورس كونستانت الها اعلى، اوكي، وبالتالي راح يكون عندها الفريكوانسي الفايبريشنال الفريكوانسي راح تكون اعلى، يعني الويف نمبر راح يكون اعلى للاس بي اس مقارنه مع الاس بي 2 اس مقارنه مع الاس بي 3 اس. اوكي، اذا اجاك هاي الروابط بدك تعرف انه هاي راح تكون فايبريت ات هاير فريكوانسي ذان ذس وان ذان ذس وان. اوكي، برضه الريزونانس في عنا افكت للسترينث واللينث للباوند، اوكي، وبالتالي افكت الفورس كونستانت. يعني لاحظوا هون لو اخذنا الكيتون وكان عندي كونجيجيتد مع الدبل باوند، اوكي، اينون، يعني اخذت كربونيل وبجانبها الكين اينون، اوكي، وبتعرفوا انه هاي بتقدر تعمل لي ريزونانس. انت بتقدر تحرك الباي باوند اللي بين الكربون كربون دبل باوند باتجاه الكربونيل، يعني هاي عملنا دبل باوند هون وحركنا الباي الكترون بين الكربون والاكسجين على الاكسجين. اذا فعليا لو انا بدي انظر للكربونيل فريكوانسي، اوكي، الفريكوانسي للكربونيل اذا ما كانش عندها كونجيجيتد ما كانش عندها كونجيجيشن سيستم، وراح نرجع نحكي عنه بالسلايدات اللي بعدين، انه فعليا راح فايبريت ات 1715. راح تشوفوا انه فعليا تظهر اذا ما كانش عندها كونجيجيتد سيستم 1715. لكن اذا كان في عندنا كونجيجيتد سيستم، الكونجيجيتد سيستم شو بعمل هون؟ لينكثن ذا كربون اوكسجين باوند. يعني هون لما ما يكونش في عندنا كربونيل، لما ما يكونش عندنا في دبل باوند، انه نون كونجيجيتد سيستم سي دبل باوند، يعني رابطه ثنائيه، صح؟ لما تعمل ريزونانس، لكن اذا كان في عندي دبل باوند وعملت ريزونانس شو صارت هاي الرابطه؟ نيذر دبل باوند نور سنجل باوند، يعني هي لا هي دبل باوند ولا هي سنجل باوند، ان بتوين، معناته صارت اطول، صح؟ بدها تكون اقصر من الدبل باوند لكنها اطول من السنجل باوند. اذا هون شو راح الفورس كونستانت يقل، وبالتالي اذا قل الفورس كونستانت شو راح يصير للفريكوانسي؟ راح يقل، اوكي، اذا الويف نمبر راح يقل. اذا الريزونانس بدك تعرف انه افكت للسترينث اند لينث اوف ذا باوند، بياثر على القوه وطول الرابطه، وبالتالي اذا اثر على القوه وطول الرابطه شو بده اثر على الفورس كونستانت. زي ما حكينا انه الكربونيل ستريتشنج اف ذير از نو كونجيجيتد سيستم اتاتش تو ات راح يكون 1715. الكيتون ذات از كونجيجيتد وذ ا كربون كربون دبل باوند ابزورب ات لوور فريكوانسي، فعليا راح ابزورب بهاي الريجن 1675 ل 1680، يعني حسب المركب. اذا راح يقل، انه بشكل عام انت بدك تعرف انه الريزونانس راح ريديوس ايش الفريكوانسي للكربونيل كومباوند في هذا المثال، اوكي، وحتى لاي شيء ثاني راح ريديوس الفريكوانسي. ليش؟ لانه فعليا بده اثر على طول الرابطه وعلى قوه الرابطه. هون كانت لما ما يكونش في دبل باوند، ما يكونش عندي الكين، الكربونيل تفضلها سي دبل باوند او دبل باوند، لكن اذا كان في عندي كونجيجيتد وذ دبل باوند وذ الكين راح يعمل لي ريزونانس، وبالتالي ذس سي او باوند
صارت لا هي سنجل ولا هي دبل ان بتوين، وبالتالي راح افكت السترينث، وبالتالي الفورس كونستانت راح يقل، وبالتالي راح يقل الفريكوانسي. اذا ممكن اجيب لك مركبات مختلفه واحكي لك which of the following compound will have the highest frequency highest wave number okay or will absorb at higher wave number okay. اذا بدك ايش تميز، ولا تخربطوا بينها وبين اليو في اوكي. حدا عنده سؤال؟ طبعا if you have the IR spectrum، صار معانا ال IR spectrum، هاي مثال، هاي مثال على IR spectrum. طبعا how to read the IR spectrum، always the IR spectrum divided into two region. في عنا منطقتين بال IR، في region اسمها ال functional group region وهي دائما بتكون على اليسار. لاحظوا هون، طبعا لاحظوا الويف نمبر ممكن يكون مرسوم من فوق او يكون مرسوم من تحت، الطريقتين صحيحات. يعني مثلا هاي مرسوم من فوق، سوري لو نروح على سلايد، لا هاي من فوق اوكي. يعني السلايد اللي قبل شفنا مثال انها مرسوم ايش الويف نمبر من تحت اوكي. اذا مش مشكله، ممكن تكون من تحت ممكن تكون من فوق، يعني بالنهاية نفس الشكل راح يكون اوكي. اذا ال IR spectrum زي ما حكيت لكم divided two region، اول region بسميها ال functional group region واللي هي على اليسار، لاحظوا هون السهم من هون functional group region، وطبعا وفي عن region الثاني اسمها fingerprint region. طبعا كل region شوف الميزات الها، ال functional group region consistent of the absorption band of functional group، راح يكون مثلا اذا كان عندي او اش دائما شكل الاو اش زي هيك، اذا وراح تكون تعرف وين مكانها، اذا عندي كاربونيل راح تعرف وين مكانها. اذا راح يكون الداتا consistent all ايش للاول functional group. طبعا والfunctional group عاده ابير from 1300 لل 5000 او 4000 اوكي. إذا 1300 ل 4000 راح يكون الفريكونسي. طبعا والفريكونسي كل ما زاد الويف لينث شو بده يصير أقل، لأنه الإنرجي أعلى إذا الويف لينث بده يكون أقل. بالفينجر برنت ريجن الـ IR spectra is called finger print because no other chemical species will have similar IR spectrum. يعني مستحيل تلاقي مركبين إلهم نفس الـ finger print region، يعني زي بصمة الإصبع، كل واحد إله بصمة مختلفة. ونفس الشيء المركبات، المركبات الـ IR spectrum الـ finger print region كل واحد specific لـ each compound. أوكي؟ كل مركب إله special fingerprint region، لكن راح تشوفوا انهم راح يتشابهوا الفانكشنال جروب ريجن، راح تتشابه بين المركبات. يعني اذا اخذت مركب عنده سكندري كحول وتيرتشري كحول، الفينجربرنت راح يكونوا مختلفات لهم، لكن الفانكشنال جروب متشابهات. اوكي، اذا بدك تتذكر انه الفينجربرنت ريجن each compound will have specific fingerprint. طبعا السنجل باوند جيف ذير ابزوربشن باوند ان ذس ريجن، يعني اذا كان روابط احاديه عاده بنشوفها اكثر شيء هون، والفريكوانسي من 1300 ل 600 تقريبا، وكل ما قل الفريكوانسي بزيد الويف لينكت. بس اهم شيء انك لما تنظر على الاي ار تشوف تعرف في عندنا منطقتين، في منطقه الفانكشنال جروب وفي منطقه الفينجر برنت ريجن. طبعا احنا اللي بيهمنا لما اعطيك موليكولر فورمولا راح احكي لك ديد يوز الفانكشنال جروب، يعني ميز الفانكشنال جروب، اكثر شيء راح تنظر على الفانكشنال جروب. لكن اذا بدك تعرف الاستراكشر كامل راح اوكي، اول شيء من المعلومات اللي يعني معطى لك بالسؤال راح تقدر تحدد الفانكشنال جروب، وتنظر على الفينجر برنت ريجن حتى تشوف اذا فعليا موجودات هذول الباند الباند هون. يعني لاحظوا هذا مثال على مركبين كحول،
واحد اللي فوق سكندري كحول 1 2 3 4 5 2 بنتانول، واللي تحت 3 بنتانول 1 2 3 4 5 3 بنتانول. اذا المركبين كحول لكنهم ستراكشرال ايزومر صح، اللي فوق كربون 2 او اتش واللي تحت كربون 3، يعني علاقتهم مع بعض ستراكشرال ايزومر، لهم سيم موليكولار فورمولا. لاحظوا لا الفينجر برينت ريجن ولا الفانكشنال برو الفانكشنال جروب ريجن. الفانكشنال جروب ريجن ذا سيم لانه الثنتين عندهم او اتش. راح نشوف لاحظوا شكل الاو اتش راح تكون براد، يعني انها ايش براد باند اللي بيك عريضه زي هيك اوكي براد باند. هاي الفانكشنال جروب للاو اتش، وهي راح تشوفوها انها للاليفات للسي اتش 3 والسي اتش 2، للسي اتش اللي بالسي اتش 3 والسي اتش اللي بالسي اتش 2 اوكي 3000 وتحت للسي اتش اللي بالساتوريتد اللي ما فيش عندي رابطه ثنائيه. لكن انظروا للفينجر برينت they are different، الشيب مختلفات، الانتنسيتي مختلفات اوكي. اذا هذا معناته عندي تو سبيكترم لتو ديفرنت كومباوند اوكي. من هاي الاشكال بتعرف ان عندك مركبين لتو ديفرنت كومباوند اوكي. اذا هاي الاي ار سبيكترم يعني راح يكون معطى لك زي هيك، مثلا ممكن اعطيك الموليكولر فورمولا، اعطيك اكثر من شكل واحكي لك ماتش اي مركب لاي سبيكترم. طبعا لما تعرف وين كل موقع بيك راح تقدر تعرف هذا السبيكترم لمين وهذا السبيكترم لمين. حدا عنده سؤال؟ هذا الشارت دكتورة يعطيك العافية. الله عافيك. بس دكتورة لأنه عندنا محاضرة تحليل على 10:30. يلا بس يعني. طيب هاي السلايد وراح أوقف. أوكي إذا لاحظوا هذا التابل، التابل هذا بيلخص كل الباند أوكي للمركبات العضوية، يعني السي اتش وين بتظهر بالألكين بالألكين بالأروماتك بالألكين السي سي سينجل باند والدبل باند وكل الفانكشنال جروب وين بيظهروا. فعليا هذا بتقدر أنت تطبعه وتخلي كستادي جايد إلك لما يكون معك سبيكترم تعرف وين راح يطلع كذا، وين راح يطلع الفانكشنال جروب. يعني هاي لو ان بالجامعه راح تحفظوه، يعني بشكل عام انجينير يعني مش كل يعني بالضبط بدك تكون بشكل عام راح تعرف انه الالكين سي اتش بتطلع من تحت 3000 لل 2500، اذا كان سي اتش الهيدروجين مرتبط مع اس بي 2 راح تطلع من 3000 ل 3100، إذا كانت الهيدروجين مرتبطة مع SP بتطلع على 3300. إذا in general يعني بشكل عام إنك تعمله تلخيص. وراح نكمل المرة الجاي كل واحد مركبات كل مركب على حدة، كل functional group على حدة. خليني أخذ حضور وغياب. حدا عنده سؤال؟